أهلا بكم من واشنطن، نستعرض أهم الأحداث في المشهد الأمريكي. وفي هذه الحلقة، حملة الانتخابات الرئاسية في أمريكا عنوانها الرئيسي فيروس كورونا. خبر الإصابة المفاجئة للرئيس دونالد ترامب أدخل هذا الملف في صلب السجال الانتخابي، كما دفع المتنافسين إلى مراجعة خططهما وجعلهما يسعيان لتوظيف ورقة كورونا من أجل ترجيح كفتهم الانتخابية واللعب على مشاعر الأمريكيين. من سيستخدم ورقة كورونا بنجاح لمصلحته، ولمن ستكون الغلبة في هذه المعركة؟ يسرنا أن نستضيف من واشنطن أستاذ الربو والمناعة في كلية الطب جامعة جورج تاون ومدير عام المركز العالمي لعلاج أمراض الحساسية والربو البروفيسور طلال أنصولي. بروفيسور أنصولي، شكرا لحضورك معنا. أود أن أبدأ بسؤال الأول، ما تقييمك لصحة الرئيس ترامب بعد خروجه من المستشفى؟ شكرا على الاستضافة. أول شيء أكيد الرئيس ترامب مثل ما بتعرف قعد 3 أيام في المستشفى الووتريد، وعملوا له على طول علاج وتحسن مضبوط، يعني تحسن بطريقة سريعة جدا، لأنه أكيد كان عنده أحسن تيم، أحسن دكاترة موجودين عنده، وكل الآلات موجودة في الووتر ريد أرمي هوسبيتال. العالم تفهم هذا مش مستشفى نورمال، هذا مستشفى في فوق عندهم 4 طوابق بس خصوصي، ما حدا بده يفوت له، هذا خصوصي للرئيس ونائب الرئيس، كله ديكور بيتغير، الالات كلها الالات بتتغير، كل شيء هذا بس لإلهم. انا فايت فيه على عده مرات لانه كان عندي عده مرضى رؤساء جمهوريات منهم الرئيس بيل كلينتون، بحصل لي الشرف انه زور وطبب كمان هناك. هلا المهم انه هالسريع العلاج السريع اللي عطوه والجواب السريع اللي الرئيس ترامب فرجة بالحقيقة، انتبهت لي كيف قرروا انه احسن يطلع ينزل على البيت الابيض، ما يضل قاعد بالوالتر ريد ارمي هوسبيتال، بثيزا نيفل هوسبيتال، لانه جاوب بطريقه سريعه على الهيدي. المهم انه كمان العالم بدها تفهم انه في البيت الابيض في جناح طبي كامل، يعني في مثل مستشفى صغير اذا بدك، مش انه راجع على بيته، العالم بيقول له ظهر ولا رجع على بيته، لا، بالبيت الابيض في جناح طبي كامل بالطابق الاسفل تبعت الاكيب، وهن يعطوه هلا، اخذ هو قرر اكيد يعني ما شاء الله عليه هو رئيس جمهورية انه يعطوه ياخذ يعمل الاوفيس تبعيته كمان جنب الجناح الطبي عشان يكون هونيك، وبالطابق الثالث في هذا الجناح الخاص له للسيده الاولى ميلانيا تبعت الاكيب. وبعدين لانه كمان ميلانيا مع الأسف كمان مع الكورونا هذه بتسهل، بيقدر يشوفها من اللي أنا فيها تشوفه، غير شيء إن إذا الواحد رايح على بيته وهو مضروب بالكورونا وأهليته مش مضروبين بالكورونا، هذه بتصير أصعب ما أقول يعديهم. نعم. تبعت الإكيب بهذه هلأ في ناس بيتسألوا بروفيسور أنصولي ابقى معنا كونك تتكلم عن والتر ريد، لنتعرف معا على مركز والتر ريد الطبي حيث تلقى رئيس ترامب العلاج.
أعود إليك بروفيسور نصولي، هل باعتقادك أن حجم الجرعات التي تلقاها ترامب وأعني ريمديزيفير وستيرويد والأجسام المضادة، هل يؤشر حجم الجرعات لأي شيء خطير برأيك؟ لا، الجرعات اعطوها الكونسنتريشن نورمال. هذول العلاجات اللي اخذهم مثل ما عم تشوف، عندك الديكزاميتازون اعطوه الجرعه النورمال 6 ملي جرام بير داي، وبعدين اخذ ريمدي سيفير 200 ملي جرام اول يوم ريمدي سيفير، وبعدين 100 ملي جرام يوميا بالعرق اي في، وبعدين هذا المونوكلونال انتي بادي، هذا اللي ساعده جدا. هذول اجسام مضاده بعدهم على دراسات، بتجي على الفيروس وبتقتل الفيروس، انتبهت لي كيف؟ وبعدين العلاجات الثانيه النورمال. فهالاجسام المضاده مهمه جدا، المشاهدين يفهموها، انتبهت لي كيف؟ هذه بروتينات تهجم على الفيروس، وفيها اثنين نوع من البروتين مش واحد، في البروتين شوف عندك الاحمر هون والبروتين الاخضر، وهذا هو الفيروس هون، هذا هو الفيروس الملعون الشيطاني بيقربوا عليه. اذا فشل الاحمر بيمشي الاخضر، بس هذه نفسر لكم، هو ما في الوان فيها، وهذه الخلايا تبع البني ادم مش ما يخلي الفيروس يفوت على الخلايا لجوا ويتكرر. بعدين اعطوا ريمديسيفير اللي هو ضد الفيروس مش الفيروس ما بيتكرر، معناتها عم نعطيه دواء يهجم على الفيروس ومنعطيه دواء مش ما يتكرر الفيروس هذا، تبعت لي كيف؟ انا بالنسبه لي الشيء اللي ساعده جدا هو انه انتظروا. شرف بروفيسور نصولي، الكلام الذي تتحدث عنه الآن، هذه البروتينات وما غيره، هل هذا الشيء متوافر لأي مريض بفيروس كورونا، أو لأنه كونه رئيس الولايات المتحدة تم التعامل معه بشكل مميز؟ سؤال كويس، في جوابين. أولا هو رئيس بلد، اللي رئيس الولايات المتحدة مش رئيس أي بلد، اللي كان معقول احترام لكل الرؤساء، تبعت لي كيف؟ وعنده اعظم تيم تبع الاطباء موجودين عنده، تبعت لي كيف؟ معناتها ما في تاخير اطلاقا باي نوع من العلاج، بده العلاج يبلش دغري. السؤال الثاني، هل العلاجات اللي بيستعملها، هل اللي وصلت له، هل علاج متوفر؟ لا ابدا اطلاقا، كلا. المونوكلونال انتي بوديز الاجسام المضاده هذه اللي فرجتك عنها مش موجوده ابدا، اللي بس عاملين دراسات عليها 275 شخص وفرجوا تحسن. انا اخصائي بالمناعه وبنستعملهم بالازمه، بنستعملهم بالاتوبيك ديرماتايتس من هالنوع هذا، وبتحسن جدا من نفس الشركه اسمها ريجينيرون اللي بتعملها، انتبهت لي كيف؟ وانا صار لي 4-5 أشهر عم بحكي فيها، ويا جماعه طلعوها، وبنحكي مع الاف دي اي، وهون بامريكا كل شيء بالبطء بيمشي مع الاسف، انتبهت لي؟ لانه كلها في عندك السيستم المحاماه، وبيفتحوا دعاوي على الناس اذا واحد صار له شيء ولا كذا. هلا هو وصل على هالعلاج هذا بروفيسور نصولي، تتكلم عن موضوع التعاطي اللافت مع الرئيس الأمريكي، ابقى معي، سوف أتابع. الرؤساء الأمريكيون عادة لا يتلقون الرعاية الصحية في ذات الغرف أو الأجنحة التي تتم فيها رعاية بقية زوار المركز، فما قصة الجناح الرقم 71 الذي لا تتوفر له صور كثيرة أو حتى حديثة، وذلك في والتر ريد، ومن من الرؤساء السابقين قد نقل إلى هذا الجناح؟ بروفيسور نصولي، سؤال أخير ولو باختصار إذا أمكن، هل تعتقد أن دونالد ترامب قادر صحيا على معاودة نشاطه وحياته السياسية، خصوصا فيما يتعلق بالتجمعات الانتخابية؟
ليك كل شيء معقول، بس خليني أقول لك فرجتنا المستشفى كويس كتير. هذه القطعة من المستشفى 3-4 طوابق ما حدا بيفت لها إطلاقا، لأنه هذه مثل كأنه قطعة من البيت الأبيض تبعت الإكيب، بيخافوا ينزفوها. هلا نحن من رحلة مرتين ثلاثة كنا بالسنة مشان نعمل له الفحص العام للطبيب للرئيس الجمهورية ولكل الرؤساء الجمهوريات، بهني بيعملوا الفيزيكال تشيك اب تبعهم بنفس المستشفى هذا تبعت الإكيب. هلا هل قادر هلا بتعرف نحن في كومبيتيشن للحملة انتخابية هلا مظبوط ولا لا؟ والسؤال هل بيقدر هلا 14 اكتوبر الرئيس ترامب يطلع ويحكي مع بايدن بعد ما خلصنا؟ تقول لك الحقيقة، لانه مثل ما كمان بتعرف نحن في عنا عدة رحلات بهذا المرحلات بهذا المرض، اول مرحلة، وفي عنا ثاني مرحلة المخاف منها اللي هي اسمها سايتوكان ستورم، اللي هي معقول الامور تنتكس. في عنا 6-7 ايام بدنا ننطر إذا لا سمح الله. بروفيسور نصولي، نعم أعتذر منك على المقاطعة، في الواقع سيكون لنا طبعا لقاء ثاني معك قريبا. شكرا لكل المعلومات التي قدمتها لنا وشكرا لوقتك. ملفات أخرى وأيضا ودائما من واشنطن بعد هذا الفاصل القصير. منذ الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا تتناسل الأسئلة بشأن الانعكاسات السياسية للوضع الصحي لترامب على مسار الانتخابات الرئاسية. لقد بعثرت إصابة ترامب بفيروس كورونا ومعه زوجته ميلانيا أوراق الحملة الانتخابية، وتعددت السيناريوهات والتوقعات بين من يرجح أن يكسب ترامب الكثير من تعاطف الناخبين وإن كانت ستحرمه من الدفاع على حصيلة سياسته الاقتصادية، وبين من يرجح أن يسعى بايدن لاستغلال تبعات الإصابة في تكثيف حملته وتوجيهها لمحاكمة ما يعتبره سوء تدبير الجمهوريين لملف مواجهة تفشي وباء كورونا. لمناقشة هذا الملف معنا من واشنطن نائب مساعد وزير الخارجية السابق في إدارة الرئيس أوباما جويل روبن، وخبير السياسات الاستراتيجية في الحزب الجمهوري كريستوفر برودوم. أهلا بكما ضيفي الكرام. سوف أبدأ بسؤالي لكل منكما، كيف تريان التداعيات السياسية لإصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا؟ ما شهدناه في الأيام الثلاثة الماضية سوف يعزز موقف الأمريكيين تجاه الرئيس ترامب. من هم قلقون إزاء تفشي فيروس كورونا؟ طبعا ما من شيء من هذا الحدث قد أشعرهم بالراحة أكثر، ومن هم طبعا يؤيدون السيد ترامب سوف يحافظون على موقفهم إزاء بالطبع عزم الرئيس ترامب. ولكن بالنسبة لأغلبية الأمريكيين طبعا فيروس كورونا هي ليست مجرد فكرة وهمية، هي طبعا خطر حقيقي ومخيف ومريب خارج عن السيطرة، وبالتالي هو يخيف الأمريكيين خاصة مع تفشيه حتى في البيت الأبيض. طبعا هذا في إطار طبعا عدم أو سوء إدارة الأزمة
وطبعا السيد الرئيس هو مستعد طبعا أن يقول للأمريكيين أنه خرج عن المستشفى إلى مستشفى، خرج من المستشفى لذهاب إلى البيت الأبيض، وهذا أيضا مقلق بالنسبة للأمريكيين، وهم قرروا أو حزموا أمرهم بالنسبة لخيارهم. السؤال نفسه لكريس، هل كيف ترى من رؤيتك، كيف تقيم التداعيات السياسية لهذه الإصابة؟ أنا لا أعتقد شخصيا أن هذا الوضع الصحي للرئيس قد أثر على الرئيس. أنا لا أستطيع أن أسمعكم جيدا، أظن أنني أعاني من ضعف في اتصال الإنترنت، ولكن أعتقد أن الرئيس ترامب سيحظى بتعاطف الأمريكيين اليوم أكثر من أي وقت مضى. أعتقد أنه مع الأمريكيين أو بالنسبة للأمريكيين لقد برهن عن عزيمة، وطبعا السيد بايدن لم يكن في مثل هذا الموقف ولم يخرج ولم يلتقي بالأمريكيين شخصيا، وأعتقد أن الرئيس ترامب قام بتضحية كبيرة في خروجه إلى لقاء الأمريكيين، وأعتقد أن هذا سوف يكون له صدى جيد لدى الأمريكيين تجاه الرئيس، وطبعا هذا سوف يعود أو نتمنى له الشفاء. أرجو منكما ابقيا معي لمتابعة أنه وفي حال وفاة الرئيس الأمريكي أو استقالته أو إقالته أو عجزه عن القيام بواجباته، فإن الدستور الأمريكي يحدد من يصبح أو يتصرف كرئيس للولايات المتحدة وفق الترتيب التالي. أتابع معكما جو روبن وكريس برودوم، هل تعتقدان أن مقاربة الرئيس ترامب لملف كورونا قد أفقدته إلى حد ما رصيدا معينا في أوساط الناخبين الأمريكيين؟ سؤالي لكل منكما. أنا برأيي أنه الوضع الآن واضح بالنسبة للأمريكيين، هم ليسوا موافقين على أداء الرئيس ترامب وعلى إدارته لهذه الأزمة. طبعا أغلبية الأمريكيين لا يدعمون الخطط المتعلقة بأزمة كورونا. 20% من الوفيات في العالم هم من الأمريكيين، ونحن طبعا نشكل 4% من الشعب أو من سكان العالم، وطبعا الاقتصاد في وضع سيء في الولايات المتحدة. إن أنشطة وأعمال الرئيس الأمريكي طبعا أعلق هنا على مداخلة الضيف، ذهابه للقاء الحشود طبعا هو في قلب المشكلة، لأنه قام بذلك بالمشاركة في تفشي كورونا، وطبعا هذا من ضمن حملة المعلومات الزائفة أو السيئة بشأن كورونا. لا يعقل أن يكون لدينا رئيس في البيت الأبيض يحميه الملايين، الذين هذه الملايين تأتي من جيوب الأمريكيين من الضرائب التي يسددونها، ومع ذلك يقول للأمريكيين لا تقلقوا إزاء هذا الفيروس. طبعا لا أحد لديه هذا الدعم الكبير الذي هو يتمتع به، ولكن مع ذلك هو قد أصيب بفيروس كورونا. هذه كارثة فعلية. ماذا بالنسبة لك كريس؟ ربما هناك سوء الاتصال بكريس، سوف أعود إلى جويل روبن. هل تعتقد أن إصابة ترامب بكورونا خدمت إلى حد كبير أجندة جو بايدن الانتخابية؟
It's a great question. هذا سؤال ممتاز. في الواقع ما قام به الرئيس أو نائب الرئيس بايدن هو أنه أراد أن يتأكد أولا أن الرئيس بصحة جيدة وبصحة جيدة. وطبعا الرئيس أو السيد بايدن كان لديه ردة فعل طبيعية وهو نوع أو وهو موقف الذي يتعين أن يتحلى به الرئيس رئيس البلاد، وهذا هو نوع الرئاسة والقيادة التي نريدها. طبعا تم استضافة الرئيس في وولتر ريد، وهذا كان لربما إلى منفعة السيد بايدن، لكن الرئيس ترامب اختار أن يذهب إلى البيت الأبيض. هو يخاف من أن ينظر إليه على أنه ضعيفا وغير قادر جسديا على أداء مهامه. الآن السيد ترامب هو في حجر صحي، ولكن السيد بايدن بدوره يذهب للقاء أو للقيام بحملته الانتخابية شخصيا، وهذا مدعاة للسخرية نوعا ما. ما يقوم به السيد بايدن هو أنه يظهر حسن القيادة والتنسيق، والسيد ترامب بشكل واضح هو متوتر لما يعني ذلك لحملته. أشكر ضيفي، شكرا لك جو روبن، وأيضا أشكر كريستوفر برودوم. وسوف نختم هذه الفقرة بنتائج استطلاعات الرأي بعد المناظرة الأولى، والتي تعطي بايدن تقدما بعشر نقاط على دونالد ترامب. بعد التشنج الذي ميز المناظرة الأولى بين المرشحين الرئيس دونالد ترامب وجو بايدن، أعلنت اللجنة التي تشرف على المناظرات الرئاسية الأمريكية أنها ستغير شكل المناظرة للتأكد أن المناظرات المستقبلية بين المرشحين للمنصب ستجري بشكل مقبول. وهذه أبرز الملفات التي سيناقشها المرشحان في المناظرات المتبقية. شكلت المناظرات دائما لحظة فارقة في السباق الانتخابي بالولايات المتحدة. لنتوقف عند أبرز المواجهات وما ميزها.
مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا للمتابعة وملتقانا الأسبوع المقبل من واشنطن.